أحسن الله عليه لكم فضيلة الشيخ يقول هذا السائل ما معنى قول الله تبارك وتعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا الذي يتصدق على المحتاجين هذا أقرض الله قرضا حسنا بمعنى أنه قدم ماله طاعة لله عز وجل ورجاء ثوابه لا يريد بذلك منا ولا يريد بذلك مدحا ولا ثناء وانما يخلص النيه في ذلك فيكون له هذا الاجر فيضاعفه له اضعافا كثيره نعم